حياكم الله مشاهدينا الكرام، مساكم الله بالخير في حلقة جديدة من استديو الإخبارية، هذا البرنامج الذي نطرح من خلالها العديد من الملفات المختلفة. اليوم عندنا 4 ملفات في حلقة اليوم: 16 مشروع تنموي ودراسة تخطيطية ينفذها 20 طالب من جامعة المؤسس بجدة، أيضا إجراءات جديدة لتراخيص بناء المستودعات والمنشآت التجارية بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وبنتعرف على هذه التراخيص. أيضا من ملفاتنا أعمال تتبنى خطة استراتيجية لخلق أكثر من 10,000 وظيفة للشباب، وبنتعرف على تفاصيل هذه الوظائف. وفي ملفنا الأخير تدشين مشروع افتخار الذي يدعم أسر شهداء الوطن، هذه ملفات حلقة اليوم حياكم الله. والبداية بملفنا الأول، حيث نفذ 20 طالبا من كلية تصاميم البيئة بجامعة الملك عبد العزيز 16 مشروعا تنمويا ودراسة تخطيطية في حي الجامعة ضمن برنامج الحي التنموي، أحد برامج مبادرة الجامعة في وهي الحي القدوة، المشاركة في ملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف نكون قدوة، اللي قدم من خلالها الطلاب أفكار ودراسات تطويرية وعمرانية من واقع التخصصات العلمية لهذه الكلية. نشاهد وإياكم هذه المعلومات ثم نعود. تحت شعار كيف نكون قدوة، ينظم طلاب كلية تصاميم البيئة بجامعة المؤسس 16 مشروعاً تنموياً ودراسة تخطيطية في حي الجامعة جنوب جدة، ويعمل الطلاب ورشة عمل لإنهاء دراسة تخطيطية وتصميمية تشمل تقديم دراسات شاملة لكامل المنطقة المحددة في المبادرة. المشروع عبارة عن المشروع الحي القدوة، قمنا بإجراء مسوحات ميدانية للحي ودراسات عمرانية وبصرية ومرورية للحي، بعد ذلك قمنا بإجراء عدة بدائل، تمت المفاضلة بين هذه البدائل واختيار البديل الأفضل، وهو البديل اللي كان يهتم بتحسينات على الحي مثل تحسين الواجهات إلى تحسين الشوارع وتحسين تحسين بيئة المشاة للحي. أخذنا عينة بنفس الحي عبارة عن تحسين الطرق وتحسين الأرصفة وممرات المشاة وتحسين الواجهات الموجودة في الحي يعني. وتستهدف المشاريع والإصلاحات المنطقة المحيطة بمسجد الأميرة حصة، وتشمل تخطيط مواقف السيارات التابعة للمسجد وتخصيص مواقف للمعاقين وقص الأشجار الميتة وترميم وتشجير المنطقة بالكامل. في أحد الفراغات في حي الجامعة خلف جامع الأميرة حصة، فحبينا نستخدم الفراغ هذا ونعيد استخدامه بعمل ساحات خارجية وساحات داخلية. الساحات الداخلية حيكون استخدامها لعرض قاعات عرض أو صالات عرض متعددة الاستخدام، ممكن تستخدم كحاجة رياضية للشباب، ممكن تستخدم كعرض للأسر المنتجة. قررنا أن نحن نبني نخلي الميدان نفسه مستخدم، أن الناس تقدر تستخدمه أز حديقة يعني أو open space، أن الناس ممكن تستفيد منه أهل الحي، وبحكم أنه هو موجود في تقاطع بين فندق وبين محطة وبين مطعم وأكثر من مطعم، فلذلك أنه فكرة أنه هو يكون مستغل والناس يستخدمه هذا شيء يعني إيجابي في الحي نفسه. تترجم مبادرة طلاب جامعة المؤسس دورهم في تطوير الأحياء من خلال تقديم منتج فعلي يساهم في تصميم البيئة. لإستديو الإخبارية مهند العويمر جدة. جميل أن يشارك يعني طلاب الجامعة خصوصا من هذا التخصص تصاميم البيئة يعني يشاركون في تنمية وطنهم من خلال أحياء جدة وأحياء مدينتهم وتقديم بعض الأفكار وبعض المشاريع. بنتعرف أكثر على هذه النشاطات مع ضيفنا من جدة الدكتور محمد الجوفي، عميد كلية تصاميم البيئة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. حياك الله دكتور محمد، مساء الخير. مساء النور، حياكم الله. وفي البداية حقيقة أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكم على الاستضافة وتسليط الضوء على مبادرة الحي القدوة. حياك الله دكتور محمد، وبالعكس هذا واجبنا، يعني مثل هالمبادرات اللي تعود بالنفع على وطننا لابد أنها تطرح ولابد أنها تصل للإعلام. لما نتكلم دكتور محمد بداية عن هذا الإنجاز، خلينا نقول من خلال طلاب الجامعة وإشراكهم في هذه المبادرة، مبادرة الحي القدوة، وش هالمبادرة تعريفها؟ طيب،
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أود حقيقة أن نشيد بتوجهات حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وسمو ولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، من خلال حقيقة رؤية المملكة 2030. رؤية المملكة 2030 حفزت المبادرات والمبادرات التكاملية بين قطاعات الدولة المختلفة، وحقيقة هذه الرؤية لها أثر كبير في تعزيز التنمية المستدامة لوطننا الغالي. كما أشيد حقيقة بالرؤية التنموية الشاملة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، المتمثلة في بناء الإنسان وتنمية المكان، والتي حقيقة على إثرها قامت هذه المبادرات، ومن ضمنها ملتقى مكة أبرزها ملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف نكون قدوة للعام الثاني على التوالي. يعني طبعاً الحي القدوة مقتبس من كيف نكون قدوة اللي هو مبادرة أطلقتها إمارة المنطقة. نعم، حقيقة الجامعة تعد شريك أساسي واستراتيجي في تنفيذ هذه المبادرة، ولذلك حقيقة سخرت كافة إمكاناتها البشرية والمادية في مبادرة أطلق عليها اسم مبادرة الحي القدوة، وهذه المبادرة حقيقة تتخلها عدد كبير من البرامج والفعاليات. طيب لما نتكلم عن الحي القدوة الآن، هل من أبرز أو من بعض فروع هذا البرنامج أو هذه المبادرة أنه إشراك طلاب الجامعات في تنمية المكان، تنمية المدن، إشراكهم بالذات المتخصصين سواء المهندسين أو مثلا كلية تصميم البيئة؟ نعم، حقيقة فكرة الحي القدوة تتمثل في اختيار الجامعة لمنطقة قريبة منها لتحويلها إلى حي قدوة ونموذج يحتذى به بالشراكة مع الجهات المعنية. وحقيقة في هذه المبادرة هناك أهداف رئيسية، منها زيادة الوعي والتثقيف الصحي وزيادة فاعلية المرافق العامة والبنى التحتية في الحي. مبادرة الحي القدوة تتضمن 7 برامج، هي الحي التنموي، الحي المتعلم، الحي المثقف، الحي الصحي، الحي الواعي، والحي الجميل. هذه كلها أشياء ممكن تكون يعني كيف يطبقونها يعني في الحي؟ احنا حقيقة تم التركيز من قبل كلية تصميم البيئة، وهي جزء من عدة مبادرات، ركزنا على برنامج الحي التنموي. وبرنامج الحي التنموي هو مجموعة من برامج ومشروعات تركز على المساهمة مع الجهات المعنية في العناية بالبيئة العمرانية والبنية التحتية للحي. وكيف قدرتوا تسوون هالشيء؟ حقيقة هذا النموذج هو نموذج مثالي تعاوني ما بين الجامعة وما بين الجهات ذات العلاقة. نتكلم عن أمانة محافظة جدة ممثلة بلدية الجامعة، نتكلم مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة في تطوير والارتقاء بالحي. حلو الشراكة هذه فعلا، لأنه يعني لابد يكون في شراكة بينكم وبين الأمانة وإلى آخره. لكن ودنا نتكلم عن الإصلاحات والمشاريع اللي قدمتها كلية تصاميم البيئة بالنسبة لبرنامج الحي التنموي. الكلية قدمت 16 مشروع ركزت في جزء كبير من هذه المشاريع على تطوير وتأهيل المنطقة الجنوبية لجامع الأميرة حصة. طبعا تخلل هذه المشاريع تخطيط لمواقف السيارات وتوفير مواقف خاصة للمعاقين، إضافة إلى إصلاح الأرصفة وترميم لممر المشاة الموازي لمواقف السيارات، إضافة إلى دهان حقيقة وجدار الأرض المجاورة لممر المشاة الرئيسي في المنطقة.
وأبرز طبيعة المشاريع اللي قدمها المشاركون في هذه من طلاب الكلية؟ يعني وش كانت؟ يعني شاركتوا في هذه لكن وش كانت طبيعة المشاركة؟ قدموا طلاب الكلية حقيقة مشاريع لها علاقة بتخصصات الكلية. هناك دراسات تخطيطية ودراسة تخطيطية شاملة للحي، بدأت بعمل مسوحات عمرانية واجتماعية واقتصادية إضافة إلى المسوحات المرورية، وثم بعد ذلك تم وضع بدائل مقترحة لمعالجة وتحسين والارتقاء بالحي. إضافة إلى ذلك كان هناك مساهمة أيضا من طلاب قسم عمارة البيئة في تصميم أرض الخدمات كحديقة لسكان الحي، وهناك أيضا مبادرة من طلاب قسم العمارة لتصميم اللي هو المبنى في حديقة أرض الخدمات، إضافة إلى عمل مرسم تصميمي مفتوح لتقديم أفكار لسكان الحي. طيب جميل. يعني بالنسبة لهذه المبادرات دكتور محمد، يعني هي في ذكرت أنت في موسمها الثاني صحيح؟ نعم حقيقة هو برنامج كيف نكون قدوة للعام الثاني على التوالي، والجامعة شاركت بمبادرات وفعاليات متنوعة إيمانا منها حقيقة بهذه المبادرة المتميزة. هذا هو المقصد، المقصد دكتور محمد أنه الآن بعد هذه التجربة وبعد أن خاضوها أيضا الطلاب ويعني ساهموا في تنمية المكان كما ذكر الدكتور، أكيد أنها سوف تكرر في المرات القادمة وأكيد بيكون في أفكار جديدة. نعم أكيد، مما لا شك فيه حقيقة أنه حاولنا في هذه المبادرة زرع حب العمل التطوعي في أبنائنا الطلاب، وأنا أقول حقيقة لو طلابنا جميعا زرعت فيهم هذه الأشياء أعتقد أنه سيكون لهم الدور الأساسي في الارتقاء بمدننا السعودية مستقبلا إن شاء الله. لما نتكلم أيضا عن يعني هؤلاء الطلاب المتميزين صراحة، كيف اخترتوهم يعني تحديدا؟ هل والله مثلا لتفوقهم في الدراسة، هل لأنهم هم بأنفسهم بادروا معكم؟ أبدا، المجال كان مفتوح لجميع الطلاب، والمبادرة حقيقة كانت جميلة ومبادرة من الطلاب أنفسهم. وأخذتم منهم مثلا ردة الفعل أو مثلا ملاحظات بعد ما قاموا بالانتهاء من هالمشاريع؟ حقيقة الطلاب متحمسين جدا، والشيء الجميل إنه إنهم يروا تطبيق أفكارهم التصميمية على أرض الواقع لخدمة المجتمع، وهذا الشيء حقيقة مفيد جدا لهم في مسيرتهم المهنية. طبعا هذا دكتور محمد يعني يمكن ما لها علاقة بالمواد اللي أحيانا تكون في الجامعة، مواد مثلا تطبيقية عملية، هذا يعتبر نشاط خارج الجامعة. نعم هو نشاط يندرج تحت خدمة المجتمع والعمل التطوعي. هل ممكن هؤلاء الطلاب مثلا تقام لهم دورات أو يشاركوا في فعاليات مثلا خارج المملكة تختص بتصاميم البيئة وإلى آخره، خصوصا أنه الآن المجتمع الدولي كله يعني يركز على هذه الناحية، يعني ناحية البيئة؟ نعم أكيد، وهناك عدد كبير من الطلاب حقيقة شارك في تدريب صيفي خارج المملكة وفي فعاليات مشابهة حقيقة. جميل. ما أدري إذا كان لك أيضا من يعني كلمة تود التوجه بها للطلاب هؤلاء اللي شاركوا في هذه المبادرة، مبادرة الحي القدوة. حقيقة خالص الشكر والتقدير لأبناء الطلاب الذين شاركوا في هذه المبادرة، أنتم حقيقة نجوم وأنتم مبدعين، شكرا جزيلا لكم أبناء الطلاب. وإحنا أيضا نقول لهم يعطيكم العافية وشكرا لكم، وشكرا لكم أنتم كدكتور محمد لأنكم تدعمون هالطلاب وتساندونهم أنهم يطبقون الأشياء اللي يأخذونها في الجامعة بشكل نظري إلى أشياء عملية خارج الجامعة، فشكرا لك دكتور محمد الجوفي عميد كلية تصاميم البيئة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، شكرا لك. شكرا لكم، بارك الله فيك. طيب نروح مشاهدينا لملفنا الثاني في حلقة اليوم ونتكلم عن رؤية المملكة لعام 2030، فانطلاقا من هذه الرؤية الرامية إلى إيجاد بيئة استثمارية آمنة ومحفزة واللي توفر الضمانات اللازمة لحفظ الحقوق، فقد قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على تحسين إجراءات تراخيص بناء المستودعات والمنشآت التجارية بالتعاون مع عدة جهات. شاهد هذا التقرير ثم نعود.
كجزء من برنامج التحول الوطني 2020 واتجاه وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين الخدمات في القطاع البلدي، ومنها تسهيل إجراءات تراخيص البناء للمستفيدين. قدمت أمانة الرياض أحدث الخدمات لترخيص البناء واللي صارت أسهل وما تتطلب أكثر من 7 خطوات فقط من خلال بوابة واحدة، ورح تستلم رخصة البناء وشهادة الإشغال إلكترونياً وانت جالس مكانك. فمن أول التقديم لرخص البناء رح نرسل طلبات المياه والكهرباء والصرف الصحي عنك وبدون ما تزورهم، وأيضاً رح تشمل التراخيص التقارير الهندسية واللي منها التقرير المساحي، وعند الانتهاء من البناء رح تمكنك الخدمة من الحصول على شهادة الإشغال إلكترونياً. وللحصول على الرخصة كل اللي عليك كخطوة أولى هو التعاقد مع مكتب استشاري هندسي، والمكتب رح يتولى الخطوات التالية واللي هي باختصار طلب رخصة البناء وإرفاق جميع المخططات والتقارير الهندسية والمستندات المطلوبة، وبعد مراجعة الطلب رح يستلم المكتب الهندسي رخصة البناء، ويتم إشعار شركتي الكهرباء والمياه والدفاع المدني بأن الرخصة تم تسليمها. وطبعاً رح تبدأ من بعد هذه المرحلة الزيارات التفتيشية، ومع بدء أعمال البناء رح يتم إشعار الأمانة وجميع الجهات الخدمية ببدء أعمال البناء من قبل المكتب الهندسي، ورح يتم أيضاً عمل التمديدات اللازمة من شركة الكهرباء. ومع قرب الانتهاء من البناء والدخول في مرحلة التشطيب رح يتم إشعار الأمانة والجهات الخدمية بالانتهاء من البناء من قبل المكتب الهندسي، ويتم عمل التمديدات اللازمة للمياه والصرف الصحي مع تفعيل خدمة الكهرباء والمياه، وبعدها رح يتم طلب شهادة الإشغال والتفتيش النهائي من قبل المكتب الهندسي، وأخيراً رح يتم تسليم شهادة الإشغال المعتمدة من قبل الأمانة إلى المكتب الهندسي، وبكذا يكون بناءك مرخص له وجاهز لإشغاله فوراً، وتظل تجربة مدينة الرياض هي البداية للانطلاق لبقية مدن المملكة. بنتعرف أكثر على هالإجراءات الجديدة اللي قامت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية مع ضيفنا المهندس فايز الفريدي مدير إدارة التراخيص بوزارة الشؤون البلدية والقروية. حياك الله مهندس فايز. الله يسلمك ويبارك فيك. أهلا وسهلا فيك. طبعا في الخبر يعني موجود أنه قامت الوزارة بتحسين إجراءات ترخيص بناء المستودعات والمنشآت التجارية. كلمة تحسين يعني وش الفرق؟ وش كان أول وش صار الحين؟ تعرف بالنسبة أو بداية أشكركم على الاستضافة وإتاحة الفرصة لإطلاع الجميع ومشاهدين قناة الإخبارية على العمل الدؤوب اللي تعمله الحكومة ممثلة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث انطلاقا من رؤية المملكة 2030 عملت عميل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على تشكيل لجنة تنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية. حقيقة فيما يخص التحسين هو ضروري. التحسين إذا لم تعمل على التحسين فأنت تبقى في مكان وتتأخر، لأن الجميع دول العالم تتقدم بينما أنت تبقى متأخرا، فالتحسين ضروري لأي عمل. يعني واضح أنه يعني صار في مثلا التحسين هذا طبيعة سهولة في الإجراءات الآن ولا تشديد رقابي؟ يعني وش الفكرة في الموضوع؟ فكرة التحسين تعتمد على كثير من الأهداف، منها كهدف رئيسي اللي هو تسهيل وتيسير رحلة المستثمر. كما تعلم يعني رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أحد محاورها الرئيسية هو تعزيز النمو الاقتصادي وجعله مزدهر وتوفير بيئة اقتصادية مزدهرة، واستنادا لهذه الرؤية فلابد من وضع عمل متكامل ليحقق سهولة جذب الاستثمارات للمملكة العربية السعودية. طيب جميل. الآن بالنسبة لآلية عمل هذه اللجنة، لجنة التيسير اللي ذكرتها، وكيف عمل أيضا اللجنة الفرعية المختصة بموضوع التراخيص؟ بالنسبة للجنة، اللجنة هي لجنة تنفيذية
منبثقة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. اللجنة يرأسها معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وتضم أكثر من 38 جهة حكومية تعمل عمل دؤوب وتعمل على بشكل دوري من خلال اجتماعات دورية لتحسين بيئة الأعمال في القطاع الخاص وتحفيز المشاركة في التنمية الاقتصادية، وكذلك من خلال تحسين ترتيب المملكة في التقارير الدولية من مثل تقرير ممارسة الأعمال وتقرير التنافسية العالمي أحد تقارير البنك الدولي. وبالنسبة لعمل اللجنة الفرعية مختصة بموضوع التراخيص، بالنسبة كما تعلم اللجنة تيسير يندرج تحتها أكثر من 19 لجنة فرعية. أحد هذه اللجان هي اللجنة الفرعية لمتابعة وتحسين ترتيب المملكة في مؤشر استخراج تراخيص البناء، والذي ترأسه وزارة الشؤون البلدية والقروية برئاسة سعادة وكيل وزارة الشؤون الفنية الدكتور عبد القادر أمير، وبمشاركة جميع الجهات الحكومية. فلدينا في اللجنة الفرعية فريق عمل متكامل من الجهات الحكومية من مثل المديرية العامة للدفاع المدني، مؤسسة النقد العربي السعودي، وكذلك الشركات الخدمية كشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية، وكذلك نعمل مع القطاع الخاص الممثل في المكاتب الهندسية وتحت مظلة الهيئة السعودية للمهندسين، وكذلك الهيئة العامة للاستثمار كما تعلمون. جميل جميل. طيب يعني الإنجازات اللي قامت بها هذه اللجنة، لجنة تراخيص البناء، بالنسبة للجنة من خلال الأشهر القليلة الماضية عملت على عدد من الإصلاحات والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات تراخيص البناء. كما تعلم إجراءات تراخيص البناء ليست مرتبطة بجهة حكومية معينة، وإنما أكثر من جهة حكومية. العمل جاري على قضية تسهيل الإجراءات، ومن خلال خطة التحول الوطني وبرنامج التحول الوطني 2020 وانطلاقا من خطة التحول البلدي، أحد المبادرات هو مبادرة تحسين الخدمات البلدية وتسهيل إجراءات وأتمتتها. من خلال هذه المبادرة ومن خلال مشاركة الجهات الحكومية عملنا على تسهيل الإجراءات، توفير بوابة إلكترونية موحدة تسعى للربط الإلكتروني، كذلك تم العمل على اتفاقيات بين الجهات الحكومية للعمل على الربط الإلكتروني بشكل مناسب ويحقق الأهداف الموضوعة ضمن خطط تفصيلية يتم تنفيذها بشكل مرحلي. جميل. يعني التراخيص هذه تكون لبناء المستودعات والمنشآت التجارية أيضا يعني. طبعا المسارات عندنا مسارات التطوير والتحسين، عندنا مسار يتعلق في تراخيص بناء الفلل السكنية، وكذلك تراخيص بناء المنشآت التجارية والمستودعات. جميل. لما نتكلم عن هل الإجراءات اللي ذكرتها وتسهيل الإجراءات وإلى آخره، في النهاية هذه الأشياء كيف ستعود على المواطن المستثمر؟ بالضبط. يعني احنا زي ما ذكرنا يعني بالنسبة للمستثمرين يهمهم قضية أنه يحصل على التراخيص اللازمة من القطاع الحكومي، وكما تعلم من خلال الاتفاقيات اللي تم توقيعها لمستوى الخدمة المشتركة بين الجهات الخدمية مثل الشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية، وكذلك من خلال الآليات التفصيلية التي تضمن السلامة والحماية من الحريق. فيعني يستفيد المستثمر بجعل رحلته ميسرة من خلال أتمتة هذه الإجراءات، يستفيد المستثمر من خلال حصول على الخدمات بشكل ميسر. يعني الآن من خلال الإجراءات الجديدة ممكن المستثمر يحصل على رخصة البناء بشكل إلكتروني، كذلك شهادة الإشغال بشكل إلكتروني، القرار المساحي لغرض البناء يصدر بشكل فوري. فكل هذه الإجراءات تخدم فيما ييسر هذه الإجراءات للمستثمر، وعملنا بالشراكة مع القطاع الخاص. فالقطاع الخاص هو جزء وشريك للقطاع الحكومي في تحقيق وتسهيل هذه الإجراءات.
وأيضا هذه ممكن توفر الجهد والوقت على المستثمر. بالضبط يعني. نعم يعني المستثمر يعني احنا من خلال تطوير وتحسين الإجراءات عملنا على شراكة مع القطاع الخاص. يعني عندنا عدد من المحاور اللي عملنا عليها، قضية مراجعة التشريعات بما يسهل هذه الإجراءات. كذلك عملنا على توفير نظام معلومات جغرافي يوفر الخدمات. يعني الآن المستثمر بإمكانه يستطيع معرفة توفر الخدمات يعني في الموقع اللي راح يستثمر فيه قبل بدء في الاستثمار، فقد يعرف هل هو موفر فيه خدمة الكهرباء، خدمة المياه، خدمة الصرف الصحي. كذلك يستطيع من خلال مع التعاقد مع مكتب هندسي أنه يعمل على قضية معرفة العمل على قضية تيسير هذه الرحلة، لأن تعرف المستثمر بشكل شخصي ما يقدر يستطيع التعامل بشكل مباشر، لكن لأن العمل فني عملنا في تحسين الإجراءات على التعاقد مع مكاتب هندسية تقوم بهذا الدور. حددنا المسؤوليات على المكاتب الهندسية، سواء المكاتب الهندسية المصممة في قبل إصدار رخصة البناء، أو كذلك المكاتب الهندسية المشرفة على تنفيذ البناء، بما يحقق رفع جودة تنفيذ المباني، وكذلك بما يحقق السلامة والحماية من حريق في هذه المشاريع. واضح أنه في تعاون كبير يعني ما شاء الله بينكم من القطاع الخاص، وأتوقع هذا ديدن كل الوزارات الحكومية والجهات الحكومية، أصبح موضوع التعاون مع القطاع الخاص يسهل الإجراءات أكثر وأكثر، فواضح يعني أن في جهات كثيرة تساهم وتتعاون معكم في هالجانب. بالضبط، كما تعلم يعني توجه الحكومة في قضية الخصخصة، ومن باب هذا العمل على التشريعات التي أتاحت الاستعانة في القطاع الخاص ممثل في المكاتب الهندسية. كما تعلم نظام إجراءات التراخيص البلدية يتيح للبلديات الآن والأمانات على الاستعانة بالمكاتب الهندسية، واللي هي شريك رئيسي في هذه المهمة. طيب لما نتكلم، أنا من خلال التقرير شفت مهندس فايز أنه مبدئيا في الرياض حتكون الإجراءات هذه، يعني إيش سبب أنها مثلا تكون مبدئيا في الرياض؟ أنتوا ناويين مثلا تجربون تجريب، ولا بتشوفون ردة الفعل، ولا هذه كخطة يعني مرسومة وبعدين تتوسعون؟ بالضبط، احنا كما ذكرت سابقا الخطط هي خطط تفصيلية وخطط مرحلية. ابتداء في أمانة منطقة الرياض عملنا على تطبيقها خلال نهاية شهر فبراير، طبقت هذه الإجراءات، الرحلة الإجراءات الجديدة لتراخيص البناء، ومن المخطط إن شاء الله أنها تطبق بشكل مرحلي وتدريجي بحسب جهوزية كل أمانة وكل منطقة بإذن الله. يعني هي بتعتمد على الأمانات اللي تحت مظلة الوزارة، وزارة العمل كما ذكرت العمل تكاملي مع جميع الجهات، كما ذكرت اللجنة فيها جهات حكومية، فنعمل على متى ما كانت استغلال الفرص المتاحة في التوسع و يعني التنفيذ والتطبيق في أمانات أخرى ومناطق أخرى. هذا الشيء ممكن يكون إن شاء الله على في هذه السنة الميلادية إن شاء الله. إحنا في خطة مجدولة إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله نحققها إن شاء الله في نهاية السنة. لأنه صراحة يعني مثل هالتسهيل لهالإجراءات يعني خلينا نقول يحفز الكثير من المواطنين المستثمرين إنهم يساهمون معكم، يعني تعود بالنفع أيضا على المواطن المستثمر، فهذا الشيء ودنا يستفيد منه كل اللي في المملكة يعني. ما في شك، ما في شك، يعني إحنا نسعى إلى تحسين التنمية وكذلك تحقيق الأهداف الأخرى، منها إدارة التنمية العمرانية وضبطها، كذلك تحفيز القطاع الخاص لمشاركة في التنمية الاقتصادية، فهذه كل الأهداف نسعى لتحقيقها بإذن الله. بالتوفيق إن شاء الله. مهندس فايز الفريدي مدير إدارة التراخيص بوزارة الشؤون البلدية والقروية، شكرا جزيلا لك. شكرا، يعطيكم العافية. طيب يعطيهم العافية على هالشغل الجميل والمرتب، وهذا اللي نطمح إليه لكي نصل إلى رؤية 2030 إن شاء الله ونطبقها. الآن إلى ملف آخر مشاهدينا الكرام، نتكلم عن جمعية أعمال اللي تبنت خطة استراتيجية لخلق أكثر من 10,000 وظيفة للشباب والفتيات برواتب سنوية تزيد على 1 مليار ريال، بتوقيع 27 اتفاقية مع مختلف الجهات لتدريب وتأهيل وتوظيف الشباب من الجنسين. شوف التقرير ونرجع لكم.
تحتاج الخبرة، والخبرة ما تناسبها أي وظيفة، لكن برنامج إجادة حل المعادلة الصعبة، فهو برنامج للتدريب المنتهي بالتوظيف، هدفه شباب يعملون بإجادة وإتقان. برنامج إجادة يقدم العديد من المزايا للمتقدمين. ما هي المزايا لبرنامج إجادة؟ 1- برامج تدريبية عالية المستوى. 2- بدون تحمل أي تكاليف. 3- في نهايته يحصل المتقدم على الوظيفة المناسبة له. 4- ولا يتوقف الأمر عند ذلك، ستقدم الجمعية خدمة المتابعة بعد التوظيف لتقييم وتقويم الوضع القائم بين الموظف والشركة. سوف ينتهي البرنامج بعد أن يحقق كل أهدافه. إذن هذه خطة استراتيجية من جمعية أعمال لخلق هذه الوظائف في الفترة الجاية. بنتعرف على تفاصيل أكثر مع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة أسماء الشهراني، مسؤولة التوظيف والشراكات بجمعية أعمال. حياك الله أستاذة أسماء. حياك الله، يسلمك يا رب. لما نتكلم أول شيء عن جمعية أعمال، بدنا نعرف المشاهد الكريم على هذه الجمعية وما تقدمها. أولا نشكر القناة على تسليط الضوء للتحدث عن جمعية أعمال وبصفة خاصة عن برنامج إجادة لتوفير 10,000 وظيفة. في البداية جمعية أعمال هي جمعية غير مرخصة من قبل وزارة العمل، جمعية غير ربحية في منطقة الرياض، يترأس مجلس الإدارة صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن عبد العزيز حفظه الله. تهدف الجمعية إلى تمكين الشباب السعودي وأصحاب المشاريع إلى سوق العمل، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة ولتعزيز ثقافة الإنتاج المحلي. جميل، يعني الموضوع يدعم جميع الشباب اللي يدخلون ريادة الأعمال. صحيح. من الجنسين طبعا. من الجنسين، الشباب والشابات. جميل. الجمعية هذه كم عمرها تقريبا؟ سنة وثلاثة شهور. طيب جميل، احنا بنرجع لك استاذة اسماء لنتحدث عن تفاصيل اكثر، بس خلينا ناخذ بعض المعلومات مع مشاهدينا الكرام وراجع لكم. يعني أستاذ أسماء قالت لنا أن سنة عمر هذه الجمعية وما شاء الله تبارك الله هذه الأعمال اللي قدمتها الجمعية. لو حدثتني عن بعض الأعمال اللي شفناها قبل شوي، يعني ما شاء الله المطاعم أنا شفت وأشياء أخرى أيضا. صحيح، طبعا الجمعية لها عدة مبادرات ومشاريع. أهم مبادرة تبنتها الجمعية شراكة أو تعاون مع محطة قطار الرياض سار. جميل. في الرياض والمجمع والقصيم اللي هو يعتبر قطار الشمال. أيوة. حيث تم توفير ما يقارب 60 منفذ بيع دائم ل60 أسرة في الرياض وكذلك في المجمع والقصيم. كانوا موجودين في المحطات، في القطار. صحيح. أي بمنافذ بيع دائمة. جميل، تمام. برضو اهتمت معليش استاذ اسمع، يعني الجمعيه مثلا تتكفل بموضوع التاجير وكذا ولا؟ تماما لا، تماما الجمعيه تتكفل فيها. وارباح المنفذ تكون كامله للاسره المستفيده من المنفذ. جميل. صحيح. حلو. كذلك نفس المشروع كان في حديقة الوطن وبرج المياه، حيث كان هناك عدد من منافذ البيع الدائمة ما يقارب 30 منفذ دائم.
كذلك المشاركة في بعض الأسواق والمولات بكشكات في بعض المولات والأسواق. نهاية تهتم الجمعية بالمشاركة في المحافل والاحتفالات والمعارض المميزة في منطقة الرياض. جميل. واضح أنه عندكم مثلاً نقول داتا أو إحصائية لعدد كبير من الأسر، هل هي الأسر تسجل عندكم ولا أنتم تبحثون عن الأسر مثلاً المبدعة المنتجة اللي ممكن كل المجالين؟ يعني إحنا نبحث وفي نفس الوقت يسجل عندنا. إحنا لدينا ما موقع إلكتروني للتسجيل يسجل فيه بشكل يومي ما يقارب لحد الآن وصل ما يقارب 1000 مستفيد شباب وشابات سعوديين. في نفس الوقت احنا نبحث عن المجال او عن الشباب المميزين والشابات المميزين في مجال ريادة الاعمال او في المشاريع او الاسر المنتجة لاستقطابهم ولتدريبهم ولتقديم كافة خدمات الجمعية لهم. جميل. يعني سواء بشكل فردي او كانوا مع بعض كمجموعة كمجموعات او كمشروع شريك مثلا مجموعات. طيب ايضا نتكلم عن الفئات، هل في فئات عمريه معينه تستهدفها الجمعيه ولا احنا بشكل عام نهدف نخدم الشاب السعودي ذو الحرفه او النشاط، ولكن بشكل خاص نركز على اسر الضمان الاجتماعي، نركز على الارامل والمطلقات والمعلقات، برضو منسوبي الجمعيات الخيريه، كذلك ذوي الظروف الخاصه او الاحتياجات الخاصه. نهايه نهتم باسر السجناء والاسر المتعففه وذوي الدخل المحدود. جميل. بالنسبة للتفاعل مع القطاع الخاص أو الحكومي، كيف تتفاعل الجمعية معهم؟ هل في شراكات معينة؟ حقيقة تفاعل جدا كبير سواء في القطاع الحكومي مع عدد كبير من الوزارات كوزارة العمل، بنك التنمية، كذلك مع عدد كبير من الجامعات لعل من أبرزها جامعة المجمعة، كذلك مع عدد من الهيئات كهيئة الرياضة. بالنسبة للقطاع الخاص برضو في تفاعل كبير بين القطاع الخاص. أكبر مثال على ذلك ما تم توقيع عقد شراكات بالحفل السنوي الذي أطلقته الجمعية. مثل ما تفضلت تم توقيع 27 شراكة مع كذا جهة، منها قطاع خاص ومنها قطاع حكومي، وحقيقة نتطلع للمزيد من الشراكات من القطاع الخاص ومن القطاع الحكومي. جميل. لأن مثل هالشراكات تسهل كثير عمل تسهل عمل الجمعية. صحيح. طيب معنا اتصال هاتفي أيضا الأستاذ معاذ الفوزان وهو مشرف برنامج إجادة. حياك الله أستاذ معاذ، مساء الخير. سؤال، حياك الله أخوي الكريم وحيا الله أخو المشاهدين جميعا. بداية ودنا تعرفنا على هالبرنامج، برنامج إجادة. طبعا برنامج إجادة هو برنامج أطلقتها الجمعية وهي تعتبر كمبادرة. الهدف منها عمل تدريب منتهي بالتوظيف لعدد 10,000 شاب وشابة. أطلقها سمو رئيس مجلس الإدارة في الحفل السنوي للجمعية الماضي. الهدف منه هو دفع يعني عدد التوطين والمساهمة كذلك في تحقيق مبادرات وتوجهات وزارة العمل في توطين المتاجر لتحقيق رؤية المملكة في 2030 إن شاء الله. أنا أذكر أن كان في مركز طاقات اللي تابع لوزارة العمل وكان أيضا يمكن يعمل نفس الشيء، موضوع تدريب وتوظيف، لكن أنتم مش تفرقون عنهم، يعني وش المميز عندكم؟ طبعا نحن في الجمعية نعد قطاع ثالث. الفكرة هي تقريبا مشابهة لفكرة الطاقات. نحن نعمل ونستهدف شريحة معينة من المجتمع ونحاول نستهدفها طبعا بشراكات مع جهات حكومية كضمان اجتماعي. نستهدف الشريحة الضمانية أكثر ونحاول نستهدفهم. طاقات زي ما تعرف أخوي أنه قد يستهدف جميع فئات المجتمع. صحيح. نحن في الجمعية نستهدف جميع الفئات لكن نخصص منهم مستفيد الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي وغيرهم. بشراكات طبعا احنا وقعناها مع قطاع خاص وجهات حكومية، الهدف منها هي مساهمة الجمعية فقط في دفع عدة التوطين. جميل. ويعني جميل هذا التوجه أصلا لهذا القطاع مستفيدي الضمان الاجتماعي وأيضا التأمينات. لكن أتكلم معك أستاذ معاذ عن هذه الوظائف وطبيعة الوظائف اللي بتوفر للشباب والفتيات، وش بتكون يعني؟ طبعا هي الله يحفظك تختلف من على حسب تخصصات المرشحين والمتقدمين. حنا وقعنا مع جهات مختلفة وأنشطة وقطاعات متنوعة. فعندنا في القطاع الصحي شواغر وظيفية، في قطاع التجزئة، في قطاعات إدارية. احنا حاولنا قدر المستطاع أن ننوع ونوزع يعني الاختصاصات وعلى حسب المؤهلات المرشح أو المرشحة. نحن نحاول أن نربطه بهالوظيفة اللي تتناسب مع مؤهله.
يعني مثلا لو قلنا فترة التدريب، انت ذكرت تدريب وتوظيف، كم تستمر فترة التدريب تقريبا؟ طبعا احنا مشترطين على بحيث ان نكون يعني حلقة وصل، ونكون يعني زي كما يقال يعني من هنا ننطلق، اللي هي فكرة انه ألزمنا بعض الشركات بموجب اتفاقيات بيننا وبينهم انه يكون في نوع من تقديم التنازلات الموجودة، بحيث انه نضمن استمرار السعودي او المرشح في وظيفته، ما يكون في تسرب وظيفي. فمن هذه العوامل مثلا عندنا التدريب، عندنا 10 أيام تدريب يجبر فيها المرشح للدخول هذه الدورات، بعدها يباشر العمل في الوظيفة اللي يعين فيها. فبعد هذه الفترة عندنا فترة المتابعة مدة 6 أشهر، الجمعية بالتزامن وبالتنسيق مع الجهة الموظفة حتتابع الموظف والمرشح لمدة 6 أشهر. كلها حرصا من الجمعية في حل مشكلات المرشحين هؤلاء وضمان عدم تسربهم للوظائف اللي عينوا فيها. جميل، يعطيكم العافية وبالتوفيق إن شاء الله أستاذ معاذ الفوزان مشرف برنامج إجادة. يعني صراحة خطة استراتيجية مميزة من الجمعية، تشكرون عليها حقيقة، لأن فعلا يعني اللي يفرق عن طاقات اللي أنا ذكرتها على سبيل المثال، يعني أنه طاقات يستهدف كل فئات المجتمع، أنتم لا، يعني في هالبرنامج يستهدف فئة خاصة، وهذا يعني إن شاء الله يكون يعني مشروع نجاح كبير. كم المستفيدين طيب من هالبرنامج مثل برنامج إجادة على سبيل المثال؟ احنا والله سوينا استمارة ما يقارب في البداية بشكل عام لبرنامج إجادة، سجل فيها ما يقارب 15,000 مستفيد. بس بدأنا احنا مجال تجزئة، بدأنا تجزئة ثم القطاع الصحي، الآن إن شاء الله راح نبدأ المجالات الأخرى. يعني 15,000 هذا راح يجزئون على وظائف مختلفة. أنتم في الجمعية مثلا تتابعونهم بعدين لما يتوظفون؟ اللي ممكن يفرقنا عن أي برنامج آخر أنه إحنا عندنا فترة متابعة للموظف بعد ما يتوظف ب6 أشهر، تتابعون أداء التسرب الوظيفي، إحنا نتحمل أي تسرب وظيفي، إحنا نجيب بديل هذا الموظف. نتابع مثلا إذا في مشاكل بين الموظف وبين الشركة إيش السبب، نتابع كافة التفاصيل. وهل كان في فعلا إجراءات سويتوها كذا مثلا؟ تونا إحنا أول دفعة. هذه أول دفعة تعتبر. كم عددها بالإجمالي؟ اللي باشروا ما يقارب 20. 20,000 تقريبا ولا 20 شخص؟ 20 شخص هذول باشروا العمل بعد التدريب، وبعد خضعوا للتدريب ما يقارب 10 أيام، وبعدها بدأوا في العمل. حلو، احنا ودنا ناخذ الان اتصال هاتفي استاذ اسماء، نتكلم مع احد المستفيدات من هذا من هذه المبادره، من مبادره اعمال، وهي مسؤوله مبيعات الاستاذه لينا العنزي عبر الهاتف. حياك الله استاذه لينا. أهلا، حياك الله أخوي. أهلا وسهلا فيك. يعني أنت الآن دخلت الجمعية هذه واستفدت من موضوع التدريب والتوظيف، من متى كان معك هذا بدأت معك يعني هذا المشوار يعني؟ والله بدأتها قبل شهر تقريبا. هي كانت تجربة رائعة جدا، سعيدة كوني أنتمي لهذه الجمعية، من ناحية المسؤولات والمتطوعات والموظفات. الأمانة لقيت أسلوب جدا جميل وراقي، تعاون من جميع المنسوبين، وهذا شيء كافي لكسب محبة كل وحدة ممكن تستفيد من هذه الجمعية. جميل. المبادرة اللي تسجلت فيها هي مبادرة أعمال؟ أي نعم، برنامج إجادة. أي برنامج إجادة، جميل. التوظيف أو كانت الوظيفة مسؤولة مبيعات، كيف شفتي هذه الوظيفة لما استلمتيها وكيف تدربتي عليها؟ تدربت عليها من خلال منسوبات جمعية أعمال طبعا، على دورات يومية مثلا موضوع التعلم الذاتي وإدارة ضغوط العمل والإبداع وحل المشكلات، استفدت صراحة منها كثير والحمد لله. بعدين خضعت التدريب للشركة وبشرت بعدها العمل الحمد لله. طيب والآن يعني أنت كيف تشوفين الجو بصفة عامة بالنسبة من يوم ما دخلت الجمعية إلى هذه اللحظة اللي باشرتي فيها، وهل فعلا تنصحين يعني عدد كبير من الفتيات أنهم يسجلون ويحاولون أنهم يتدربون ويستفيدون من هالبرنامج؟ أنا أكبر داعم لجمعية أعمال صراحة، ناس تقدر المواهب، ناس تقدر مشاعر الناس كلهم. أنا حبيت صراحة أني أكون تحت اسم هذه الجمعية. أنا حصلت على رابط من الجمعية بعد ما قرأت عنها وطلعت عليها، سجلت فيه، كنت أنتظر رسالة الرد والحمد لله حصلت عليها. بعدها
ترشحت اني اكون بدوره اجاده. جميل، بالتوفيق ان شاء الله. الاستاذه ليان العنزي مسؤوله مبيعات في احدى، وهي احدى المستفيدات من مبادره أعمال. أستاذة أسماء نعود إليك من جديد، يعني الخطة الجاية الآن أكيد في دفعات قادمة، وش التدريب اللي بتقدمونه لهم والوظائف اللي بتوفرونها إن شاء الله؟ إحنا التدريب موحد لكل البرامج اللي هو التدريب المهيئ اللي هي الشاب أو الشابة لسوق العمل، مهارات سوق العمل. طبعا في متخصصين صح هم اللي يقودون هذا التدريب؟ في برنامج فريق كامل للتدريب زي ما ذكرت، يعني يقدمون في كافة البرامج اللي تستخدم سوق العمل، من إدارة ضغوط العمل، حل المشكلات، التواصل مع العملاء والعملاء، جميع الخدمات. جميل. أخيراً شركاء النجاح معكم؟ حقيقة شركاء النجاح كثير، معلم أبرزهم وزارة العمل، بنك التنمية الاجتماعي، عدد من الصحف والجرائد مثل صحيفة سبق وصحيفة الرياض، قناة الإخبارية وقناة الإخبارية أكيد. شكرا لك أستاذة أسماء الشهراني، مسؤولة التوظيف والشراكات بجمعية أعمال. يعطيكم العافية. شكرا لك، الله يحفظ. إذن فعلا جهود جميلة صراحة، وأعمال تقدمها، أعمال جميلة تقدمها جمعية أعمال صراحة. نروح ملفنا الأخير في حلقة اليوم مشاهدين الكرام، طبعا يتعلق بمشروع اسمه مشروع افتخار. تم تدشين هذا المشروع من قبل الأمير جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، تشرف عليها الجمعية التوعوية والتأهيل الاجتماعي واعي، مساهمة منها في دعم أسر الشهداء وخدمة لمنسوبي القطاعات الأمنية. تتضمن هذه المساهمة تركيز على الجوانب التوعوية والاجتماعية والتعليمية والتأهيلية، وأيضا تعزيز قيمة الانتماء الوطني وإعداد برامج الأمن الفكري. نشاهد هذه المعلومات ثم نعود. احنا نفتخر صراحه بمشروع افتخار، يعني ما شاء الله تبارك الله، واضح ان برامجهم جميله جدا وتستهدف شريحه مهمه وهم اسر ذوي الشهداء. بنتعرف اكثر على التفاصيل مع ضيفنا من جازان الدكتور عبد الرحمن صايغ، وهو مدير مشروع افتخار. حياك الله دكتور عبد الرحمن، مساء الخير. اهلا وسهلا بكم، ونشكر الاخباريه. حياك الله دكتور، بالعكس هذا واجبنا، هذه الاستضافه الكريمه وتسليط الضوء على هذا المشروع الرائد. أهلا وسهلا فيك دكتور. لما نتكلم عن مشروع افتخار، يعني متى بدأ هذا المشروع وكيف اخترتم هذه الفكرة؟ مشروع افتخار انطلق منذ عدة أشهر، قرابة 5 أشهر، والفكرة تبلورت من مبادرة تقدمت بها بعض المؤسسات الخيرية، مؤسسة بن محفوظ الخيرية ومعها مؤسسة سليمان الراجح الخيرية، لخدمة أسر الشهداء تأهيليا وتوعويا في الجانبين الاجتماعي والتعليمي، طبعا في منطقة جازان. وبس أقدم ملاحظة أن البيانات التي تفضلتم بذكرها هي المرحلة الأولى للمشروع، والآن نحن بصدد الانطلاق في المرحلة الثانية وخدمة محافظات أخرى، بالإضافة إلى هذه الثلاث محافظات التي قدمنا لها الخدمة في الأشهر الماضية. جميل. الآن من هو الذي يرعى هذا المشروع، وما هي الفئة التي تستهدفونها أيضا، يعني هل هي فقط ذوي أسر الشهداء أم غيرهم؟ المشروع تنفذه جمعية وعي كما تفضلتم. الرعاية أو الكريمة هي من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة، بعد اطلاعه على خطة المشروع وموافقته على تدشينه، تدشنه شخصيا صاحب سمو الأمير، صاحب سمو الملك أمير المنطقة. يقوم المشروع على خدمة أسر الشهداء، من وهي فئة غالية، لأن آبائهم قدموا أرواحهم ودماءهم فداء لهذا الوطن، وفقد الأب طبعا مصيبة كبرى. لكن طبعا في هذا الإطار أود الإشارة إلى أن الدولة تهتم اهتمام كبير بأسر الشهداء، وفي هذا يعني
يطول الحديث، لكن يبقى الجانب الاجتماعي، يبقى القرب من أسرة الشهيد، مواساتهم، تقديم الخدمة التوعوية والتأهيلية لهم، تحفيزهم، بناء الثقة والارتياح لديهم، الأهداف التي تفضلتم بذكرها كلها يقوم مشروع افتخار على تنفيذها لأبناء الشهداء. جميل. يعني أبناء الشهداء عادة وأسر الشهداء وش يكون لهم مثلا من خدمات تقدم لهم في المجالات اللي ذكرتها، المجالات التوعوية والاجتماعية والتعليمية وغيرها؟ نعم، نحاول أن ننوع في الخدمات. فهناك طبعا جمعية وعي دورها تأهيلي وتوعوي، فنقدم العديد من الدورات التدريبية النوعية لأسر الشهداء. مثلا مما تم تقديمه في الأشهر الماضية دورة بعنوان الأم الرائدة، موجهة إلى أرامل الشهداء. تحاول هذه الدورة أن تضع الأم بصفتها تقود الأسرة إلى الخروج إلى بر الأمان، وطبعا في الدورة استراتيجيات، وتم بناء محتوى الدورة وعناصرها بشكل احترافي بالتعاون مع مدربين مختصين. أيضا هناك دورة بعنوان أبنائي وأنا للأمهات، أيضا هناك جوانب ترفيه تقدم لأبناء الشهداء، هناك دورات توجه لأبناء الشهداء من البنين والبنات تخدمهم في يعني في اختبارات قياس، اختبارات القدرات والاختبارات التحصيلي للمتقدمين إلى الدراسة الجامعية. هناك مثلا دورة تقدم لأبناء الشهداء بعنوان أقدر ذاتي وأصنع مستقبلي، تسهم في بناء الشخصية والثقة لدى الأبناء. أيضا لدينا جوانب في التطوير المهني، لدينا دورات تدريبية نوعية في تحديد الميول واختيار التخصص للأبناء من البنين والبنات. أيضا عندنا دورة مهمة جدا عنوانها كيف بالأخلاق نسمو. هذا البرنامج إذا تسمح لي أتحدث عنه باختصار، ودنا نتعرف عليه لأنه نعتبره يعني على جانب كبير من الأهمية. عنوانه كيف بالأخلاق نسمو. هناك ما يمكن أن نسميه نظرية توصلت وأطلقتها قبل 3 سنوات. أيوة. باختصار تفيد هذه الفكرة إلى أن غرس وإكساب وتنمية القيم الخلقية، منظومة القيم الخلقية، هي البوابة الصحيحة إلى تدعيم وتعزيز منظومة القيم الوطنية. القيم الوطنية مرتبطة، لها ارتباط مهم جدا بالقيم الخلقية، فإذا نميت القيم الخلقية تنمى معها القيم الوطنية. وطبعا المملكة العربية السعودية قائمة على أسس أخلاقية، صحيح. وبما أننا نحن الآن نخدم أسر الشهداء، فالمملكة تخوض حرب أو مواجهة أخلاقية بالدرجة الأولى. وفكرة أصلا الفكرة الأخلاقية لأي بلد هي التي تنبني عليها المواطنة الصالحة والقيم الوطنية، وهذا واضح جدا في يعني مثال المملكة العربية السعودية وفي الكثير من الدول ما عدا دول محدودة جدا. أكيد. التي لا تقوم على أساس فكرة أخلاقية، لذلك عندها فلذلك ننتقل للجانب الآخر كيف بالأخلاق نسمو. فكرة أن الأخلاق هي مصدر للسمو، وأن الارتقاء الإنساني الحقيقي مرده إلى الأخلاق. فقد قال تعالى إن الأبرار لفي عليين، وفي الحديث النبوي البر حسن الخلق. وهناك حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم أقربكم مني منزلة أحاسنكم أخلاقا. فيتضح من كل ما سبق أن القيم الخلقية الصحيحة السليمة هي التي ترتقي بالإنسان، وفئة أبناء الشهداء من فئة غالية جدا علينا، ولعل من أهم ما نقدمه لهم تعزيز قيم الخلقية لديهم، وتقديم الاستشارات لهم في مختلف الفئات السنية فيما يتعلق بالقيم الخلقية، فيؤدي إلى الرقي الإنساني إن شاء الله تعالى. جميل. يعني صراحة أيضا هناك العديد من أنا استمتعت حقيقة بهالبرامج المميزة، لأنه لما نتكلم عن تعزيز قيمة الانتماء الوطني، ونتكلم أيضا عن إعداد برامج الأمن الفكري، هذه ترى موضوعات مهمة جدا، ولما توجه أيضا لهذه الفئة أسر الشهداء فهي فعلا يعني هم أصلا أثبتوا بذلك، يعني من خلال تضحيات أولياء أمورهم في الحد الجنوبي، يعني صحيح. أثبتوا قيمة تعزيز الانتماء الوطني، ولكن أيضا أنها تعزز وهم بأنفسهم ينشرونها بعد ذلك حتى لزملائهم وأقرانهم. يعني نعم تعلم أخي العزيز أن بلدنا مستهدف من عدة جوانب،
ولذلك كان لابد من الاهتمام بموضوع الأمن الفكري على مستوى عام وعلى هذه الفئة بشكل خاص. جميل. ولله الحمد يعني تقدم بالنسبة لنا في مشروع افتخار عدة برامج نوعية في هذا الجانب، ونسأل الله التوفيق والسلام. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله دكتور عبد الرحمن الصائغ مدير مشروع افتخار، شكرا جزيلا لك. وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى ختام استديو الإخبارية. طبعا هذا البرنامج الذي سيتوقف بعد عمر طويل من الزمن كان يركض فيه العديد من الزملاء ما بين مقدمين لهذا البرنامج، وتشرفت أني أكون أنا معهم وأيضا زميلتي روان الوابل وعدد من الزملاء خلف الكواليس في الكنترول من معدين مخرجين فنيين صوت إضاءة إلى يعني غيرهم من الزملاء حقيقة اللي كانوا يعني متعاونين في هذا البرنامج وامتد على سنوات طويلة على شاشة الإخبارية. اليوم يتوقف هذا البرنامج ليواصل الركض برامج أخرى ورؤية جديدة لقناة الإخبارية ستكون في الفترة القادمة بتوجيهات معالي وزير الثقافة والإعلام وأيضا معالي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون ومدير عام قناة الإخبارية الأستاذ خالد مدخلي. نتمنى إن شاء الله أن تشاهدوا التغيير القادم في قناة الإخبارية. كل الزملاء يشكرونكم على متابعتكم لنا في الفترة الماضية، وأنا شخصيا أشكركم على مشاهدتكم ومتابعتكم. نلقاكم إن شاء الله في قادم الأيام. إلى اللقاء.